أجدي يا وش؟ وش معناتها يتنحى وقاع؟ معناتها خلاص وقتهم وما يصلحون ولو. وشكون ذول؟ شكون ذولة؟ الضروس الفاسدة يا ابني الضروس. أجدي يا وش؟ الضروس هم اللي يتنحى وقاع. ايها ابني الضرسة كي تفسد وتفسد على اخواتها لازم تتنح قبل ما تفسد الفم قاع. ايه ضروخ راني فهمت. وانت وين سمعت هذا الكلام؟ حقراني سمعته في المسيرة انت البارح. ياه ايه رحت انا وريان ودخلنا في وسط القاشي. قتل هذون الصوالح دوع الناس كبار انت ماك فاهم فيهم حتى بولونا. هما ليش حقرانا قعدنا نقنع مهم القنية ديك تاع البياري وعمانا استاعقة وزدنا اوه وديك انت عزيش عم الشعب خاوة خاوة قنيتوها ولا لا؟ ما طلقنا حتى قنية قنيناها مك ايه جدية. وش شفتك البارح عقبت عليا انت وعمي مقران. عمي مقران كان هاز علامة تاع الزاير وانت يا هاز كرتونة كاتب فيها طرح لقاع. يا وكرتونة ولا شايفونا المهم يشوفونا. أجدي يا وانت لا خرجت. ها خرجنا نحو في ذا الضروس المورين وراء الضرسة اللي نحيتها. ها تقول راك ماكش داير الفاس ما في فمك. يا ابني راهم قداه الضرسة مدودة ما حبش تطير. مالك فيها الدير؟ لازم نكثروا لهم الحراك والمشي حتى يرقد عليهم اللحم ونقلعوهم وقل. ومن بعد كفاها تنحم بالكلابة. لا لا بني نديروا لهم واحد الدواء يقولوا له السلمية. وتاعش هذا الدواء؟ هذا راه دواء يدخل في الضرس الفاسدة الداخل يتم يحفر يحفر يفرتتها حتى تلي كيدي روحها قال روحها. فهمت. ومدامكم صقار عسوهم ما ديروش كيما احنا سكتنا لهم حتى نتفرعنوا علينا. سمعتهم خرجتوا وتقلعوا فيهم؟ ايها ابني بهت تريقل سواسوا. خلاص المهم انا خرجت مع اصحابي باش ننحوا العصابة ونسقموا البلاد. لا لا احنا اللي خرجنا نشطحوا في دور نتاع سعداوي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ام قرانة زعما راني العشوة دانجيك للقهوة باش نروحوا للمير. ايا بات بروبلا مالا قداش تجيني؟ انا تلاقاو ورا الصلاة نتاع العصر. ايا ماليش انت دركا وين راك؟ اودي راني قابل طريق وراه عماية بن بني هبلني كل نتلاقاو في القهوة ونروحوا نجملوا جماعة بها نروحوا للمير ونسمو ذاك الشارع الجديد اللي بنيناه في الفيلاج نسموه الشارع 22 فيفري. هيا على ربيع. هيا فرادي طرق سلام راني استنى فيك. عطفلة رقد ذا ولا وش؟ عام الحراكة عام السنة حكم قاعنا حكم قاع وما يقعد حتى ضبع.